عقدت جلسة محادثات بين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى مدينة موسكو. وقد عبر معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة الراسخة والوثيقة مع روسيا الاتحادية وما تشهده من تطور وتنام مستمرين في مختلف المجالات، مؤكدا معاليه أن التشاور والتنسيق المستمر بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يعكس العلاقة القوية والحرص المشترك والاهتمام الكبير بتمتين العلاقات وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في شتى المجالات. أثنى معالي وزير الخارجية على الدور المهم الذي تقوم به روسيا الاتحادية لأجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتوصل إلى حلول دائمة لأزماتها وجهودها الحثيثة للتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. من جانبه رحب معالي السيد سيرجي لافروف بزيارة معالي وزير الخارجية إلى مدينة موسكو، مؤكدا حرص روسيا الاتحادية على تطوير مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين ودفع علاقات الصداقة بينهما بما يلبي طموحاتهما ويعود بمزيد من النفع على شعبيهما الصديقين، منوها بالجهود البناءة والدؤوبة لمملكة البحرين الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق مصالح جميع دولها وشعوبها استنادا إلى العمل الجماعي والاحترام المتبادل. كما تم التباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة وأهم التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد عقد معالي وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، حيث أكد أن العلاقات مع روسيا الاتحادية تأخذ دائما بعدا جديدا حيث تقوم العلاقة والتفاهم المشترك، وأن الاجتماعات بين البلدين دائما تكون مفيدة ومثمرة وتعزز العلاقات الثنائية وتدعم العمل المشترك لأجل أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها. أشار معالي وزير الخارجية إلى أن زيارته لروسيا الاتحادية والاجتماع مع معالي السيد سيرجي لافروف يعكس الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها معاليه إلى احتفال البلدين خلال العام المقبل بالذكرى 30 للعلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث سيتم وضع برنامج بهذه المناسبة المهمة، معربا عن شكره لمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية لقبوله الدعوة لزيارة مملكة البحرين. وأكد معالي وزير الخارجية أنه تم إنجاز العديد من الخطوات والمبادرات المهمة على صعيد توطيد العلاقات بين البلدين منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث تم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشترك وإنشاء لجان حكومية التعاون ومجلس أعمال مشترك لغرف التجارة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كثيرة لا سيما في مجالات النفط والغاز الطبيعي وفي مجال الاستثمار وإنجاز العديد من المشاريع التي تؤكد الثقة المتبادلة وتعزز المصالح المشتركة. وأوضح معالي وزير الخارجية أن هناك اتفاق بين البلدين على تطوير هذا التعاون المشترك وزيادة معدلات الاستثمار بينهما في المستقبل القريب، وعلى تعزيز السياحة وتسهيل إجراءاتها، حيث أن البلدين بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل إلغاء التأشيرات بينهما وهما يعكس الثقة المتبادلة. وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أضاف معالي وزير الخارجية أن هناك تقارب بين البلدين بشأن أهمية استقرار المنطقة وتخفيف التوتر فيها، مرحبا معاليه بالدور الروسي المحوري في إعادة الاستقرار إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقضاء على خطر الإرهاب وإعادة الحياة الطبيعية للمواطنين السوريين الذين اضطروا للجوء خارج أو داخل بلدهم، مؤكدا دعم مملكة البحرين لهذا الدور المهم وعلى ضرورة ضمان عدم وجود أي دور إقليمي غير بناء أو يؤثر على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. شدد معاليه أو معالي وزير الخارجية على حرص مملكة البحرين على أمن واستقرار المنطقة والتزامها بالعمل مع حلفائها لأجل هذه الأهداف، مطالبا بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية من قبل أي دولة، ومتطلعا إلى أن تحرص إيران على استقرار المنطقة وألا تضع نفسها في الجانب الآخر من أي موقف تتخذه دولنا مع الحلفاء تجاه أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها. فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في دولة
دولة فلسطين الشقيقة، جدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية ولا يجب الاعتراف بها بأي شكل من الأشكال، وأن أي تعامل مع هذه الموضوع أو مع هذا الموضوع يجب أن يكون من خلال قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية. أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تطلعه لمواصلة العمل مع معالي السيد سيرجي لافروف على تطوير العلاقة بين البلدين والتنسيق المشترك، مؤكدا أن روسيا الاتحادية دولة محورية في العالم، وأن العمل معها لترسيخ الاستقرار هو من أهم الأمور التي تحرص عليها مملكة البحرين. من جانبه، أكد معالي السيد سيرجي لافروف حرص روسيا الاتحادية على توسيع مختلف أوجه التعاون مع مملكة البحرين، لا سيما في مجالات الثقافة والسياحة والتعاون البرلماني وفي الأمم المتحدة، وتعزيز الحوار والتنسيق بين البلدين من خلال وزارتي خارجيتهما، معربا عن تقديره لمعالي وزير الخارجية على دعوته لزيارة مملكة البحرين.